فطيره السبانخ بالمشروم. تعالوا نشوف ايه المقادير. عندي سبانخ فريش جميله هنعملها، عندي عجينه الفطيره او عجينه الباف بيستري المتوفره عندنا، وبعد كده عندي بصل مفروم، مشروم مفروم، سبانخ زي ما انتم شفتوا، وجبنه موتزاريلا، ثوم، ملح، فلفل، بابريكا، اوريجانو، وشرايح الفلفل الاحمر. ده للتزيين. اول حاجه هعملها احط شويه من الزيت. وصفه لذيذه جدا، سهله سريعه. زي ما انتم عارفين المعجنات بقت من الحاجات الجميله جدا اللي احنا بقينا نحب نعملها دايما في البيت، سهله سريعه ما بتاخدش وقت خالص، وفي نفس الوقت برضو بتطلع طعمها حلو جدا، تغيير تجديد للاكلات بتاعتنا. عندنا ضيوف جملنا على طول نقدر نقدم اكلات دلوقتي جميله جدا زي ايه، زي الفطيره دي كده بالذات لو حد ما بيحبش الايه اهو، بالذات لو حد مش عايز لحوم، فاحنا بنعملها بالمقادير الحلوه قوي 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 دي كده اهو. عندي البصل، المشروم، الثوم مع الزيت، وهضيف عليه السبانخ. بصوا السبانخ الكتيره قوي قوي دي هتلاقوها في ثانيه فشت خالص وما بقتش موجوده، فايه ما تقلقوش. وهنحط شويه من الخضره، انتوا عارفيني بموت فيها، وهحط البابريكا الجميله جنب بتاعنا، كل الحاجات دي من الحاجات اللي بتدي طعم جميل جدا، والملح بقى الايه الوصفه كامله، والفلفل الجميل، وبعد كده هزود عليها شويه من رشه الزيت الخفيفه قوي، وهبدا في التقليب اهو. اكله جميله سهله سريعه ما بتاخدش وقت خالص خالص معانا، بس بتدي طعم جميل ومميز جدا جدا جدا. يلا بينا. ولو عايزين تعملوا برضو بزبده بتطلع حلوه جدا، فايه برضو الزبده هتديني افكت حلو وطعم جميل اهو، وبتخش الفرن ما بتاخدش وقت خالص، سهله سريعه. فايه نجيب العجينه الجاهزه، تستعمل عجينه في البيت او نجيب الباف بيستري، كله هيديني طعم جميل مختلف وتجديد، وده اللي احنا عايزينه دايما نجدد في الاكل، بالذات اللي مش بياكلوا السبانخ دي من الاكلات الحلوه جدا اللي مش بتخلينا نحس بطعم السبانخ، لان معاها بهارات جميله جدا، اعشاب حلوه قوي، والخضره الحلوه بتاعتنا مع المشروم والبصل والثوم هتلاقوا الطعم مش باين خالص. وممكن لو حابين نزود كريمه هنزود، بس انا عاملاها النهارده لذيذه كده من غير ايه اي اضافات تغير الطعم قوي، بتطلع روعه هتعجبكم جدا جدا جدا، وبتنزل هي ميتها، فبيبقى فيه صوص كده لذيذ منها فيها، هتلاقوا طعمه حلو قوي قوي. عايزاكم تجربوه علشان تعملوها تطلع جميله. بصوا بقى شويه الكتار بيكشوا ازاي معانا مع السوا. اهم حاجه تجيبوها كده بقى سبانخ حلوه بلدي كده جميله خضره، وايه تاكدوا ان هي بس حلوه، ما تجيبوهاش دبلانه علشان ايه تدينا الطعم الجميل ده واللون الزاهي اللي ايه هناكل صوابعنا وراه. انا اصلي بحب السبانخ جدا عايزه اقول لكم، وفوائدها جميله جدا تخلينا لو احنا مش بناكلها لا ناكلها. فانا عايزاكم دايما دايما الحاجه اللي مش بتاكلوها جربوها، و يعني حطوا فيها التاتش بتاعكم، هتلاقوا طعمها اختلف وبقت جميله جدا 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 اهو. بصوا بقى كده جميله ازاي. طبعا زي ما انتم عارفين كل شويه ايه احنا لازم ندوق شويه شويه عشان بس نشوف محتاجه اي حاجه ولا لا. بسم الله حلوه. انا ممكن ابقى اشيل لي كده واحدتين على الجنب لان انا بحب السبانخ جدا جدا جدا، لسه قايله لكم ده طعمها حلو قوي. يلا تعالوا بقى، اما ايه نحط بقى في العجينه بتاعتنا اهو. هبدا بقى بالحشوه، وتبقوا مسخنين الفرن بتاعكم اهم حاجه، وما تعلهوش قوي قوي عشان ايه ما يحرقش الحاجه بتاعتكم، فسخنوه بس ما تعلهوش قوي. اوكي السبانخ الحلوه قوي قوي قوي، لما يتحط معاها بقى الجبنه كمان تطلع روعه روعه روعه، مش عايزه اقول لكم هتحبوها قد ايه وقد ايه طعمها بيكون مختلف جدا جدا فطيره السبانخ اهو. والناس النباتيه زي ما اتفقنا اللي مش عايز يحط بقى لحمه او كده، طبعا اهو مفيش بروتين فيها اللحوم وكده، فايه حاطين بقى المشروم. بصوا بقى كده نغرقها كمان بقى بالجبنه اهو
زي ما احنا شايفين بالطريقة الجميلة دي. وايه، هجيب بقى الفلفل واقدر ان انا اشكله، اعمل وردة، اعمل ايه، منظر جميل اهو. كده، وبعدين ممكن اغطي بقى بايه، القلوب الحلوه اللي احنا عاملينها دي. نعمل كده هنا قلوب مع ايه، الفلفل يطلع كده. اهو طلع الفلفل اهو، بصوا بقى كده جميله ازاي. وتخش الفرن بقى تاخد السوى الحلو. بس الاول انا هعمل ايه، هجيب هنا كده بالزيت وايه، اديها رشه بسيطه جدا قبل ما تخش الفرن اهو زي ما احنا شايفين.